طبعا كلنا عارفين ان من اهم الجهات الداعمه للمراه هو المجلس القومي للمراه، واي حد بيجي يسالني على اي مشكله واي حاجه انا ذات نفسي بجد ايمان في الشارع في الكوافير في اي حته لهم المجلس القومي للمراه، روح المجلس القومي للمراه، تابع المبادرات بتاعته، تابع المنشورات اللي بينزلها، شوف المشاكل بيحلها، شوف الحلول اللي بيطرحها، تقدري تروحي. فحقيقي المجلس القومي للمرأة بيعمل مبادرات وفعاليات بيكون ليها طابع خاص بالمرأة وموجهة تماما ليها، وكمان بيكون ليه دور فعال جدا في حل مشاكل وقضايا المرأة. خلينا نروح مع بعض نشوف واحدة من الندوات اللي نظمها المجلس. الندوة دي بعنوان إيه بقى؟ المرأة المؤثرة. والندوة دي كان حاضر شخصيات نسائية مؤثرة في المجتمع. تعالوا نشوف كاميرا ويحكى لنا من داخل فعاليات الندوة ونرجع ليكم تاني ونبتدي حلقتنا. ندوة الاحتفال بالمرأة وعندنا نماذج من المرأة المؤثرة في مصر كتيرة، واستضفناهم وكانوا معانا وقالوا لنا هم عملوا ايه، كل واحدة منهم ليها بصمة في المجال بتاعها. كل مرأة بتعمل حاجة في بيتها، حتى المرأة اللي قاعدة في البيت بتخلي بالها من ولادها، هي ليها دور مؤثر في البيت، هي اللي بتخلي بالها من ولادها في المدارس في مذاكرتهم. المرأة المؤثرة هي اللي بتقدر تعمل ببلش لفكر معين عند فكر طبعا صح للمجتمع. شرفت بان انا كنت بحاضر كيعني واحدة من السيدات المؤثرات. أنا بالنسبة لي مثلا بشوف الحاجة اللي أنا ممكن أبقى مؤثرة فيها إن أنا دايما بتكلم عن سرطان الثدي، بتكلم عن التوعية، بتكلم بدعم الستات أو بحاول أقنعهم بأهمية الكشف المبكر فأكثر المجتمعات السيدات ثقافة في بلدنا. الستات بتعمل كشف دوري بنسبة 30%، لو أنت جبت لهم الجهاز لغاية عندهم والدكتور لغايه عندهم قلت لهم اعملوا كشف دوري ممكن تلاقي معترضين، يقول لك ده بيعرض للاشعه، ده بيوجع زي ما سمعت دلوقتي. فدي حاجه انا بشوف ان احنا هنفضل محتاجينها لغايه ما يبقى مثلا على الاقل 90% من الناس بتعمل كشف دوري. كل ست مؤثره، بس في ناس بتتعرف وفي ناس ما بتتعرفش. ست في بيتها مؤثره جدا، ربة البيت واللي في العمل واللي في كل مجال، فهي مؤثرة جدا. لما نجيب نماذج ناجحة أو نماذج عاشت صعوبات معينة وبعدين نجحت وبقت قد التحدي زي ما بيقولوا. المجلس القومي للمرأة بيدعم المرأة المصرية في عدة اتجاهات وعدة محاور، بيخدم قضايا المرأة، بيهتم بالدعم الصحي للمرأة، بيهتم بالقضايا المرأة ضد العنف، الكشف المبكر عن الأمراض، الكشف المبكر عن سرطان الثدي. احنا مع الأحداث بصفة مستمرة، يعني مثلا لو في الكشف المبكر على الثدي، لو في الكورونا وقفنا تحدي والستات هم اللي وقفوا، دكاترة سيدات وممرضات بتيجي برضو في أي مناسبة مثلا بخاصة بالدولة، بتلاقي المرأة بتتصدر المشهد وعلى طول المجلس بيواكب هذا المشهد.